فما جديد، فما جديد في حكاية الكتاب الأسود وتداعيات الكتاب الأسود، خاصة في ما يتعلق بقضية الترجي الرياضي التونسي وتقريب جمال العرفاوي كالعادة عنده جديد. جمال، بالفعل المعلومة جديدة مهمة جدا وخطيرة جدا في نفس الوقت. الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي اتعفت على نشر هالخبر هدايا، لكن أنا الشعار لقدامي كمهني كصحافي الخبر مقدس. اتصلت خلال الساعات الماضية رئاسة الجمهورية بالسيد حمدي المدب لتعتذر له لما جاء في الكتاب الأسود، وأكثر من هذا تطلب بالسيد حمدي المدب بأنه معناتها يجي ودي معاه معناتها فريق الترجي الرياضي التونسي، معرش كرة قدم ولا المجموعة كلها، إلى قصر قرطاج لتكريمهم. لكن السيد حمدي المدب بطريقة معناتها دبلوماسية سلسة رفض العرض هذايا، وقال معناتها طالب معناتها حسب بلغني كانوا لابد من إبعاد ساحات السياسة المعارك السياسية عن ساحات الرياضة، والرياضة تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية. واضح جمال. We'll be right back.